خانوا غادة عبد الرازق خانوها عشان التفاصيل. طب اتخنتي كم مرة؟ هما ثلاثة. ثلاثة؟ دول اللي عرفت امسكهم. طب عمرك اتجوزتي حد اصغر منك؟ مرة. احمد فلوكس؟ على طول عايزة ابقى محور اهتمام، اي حاجة عليها الاضواء مسلطة يعني. انت فعلا كده؟ انا وقفت قدام ناس وانا وهم متخانقين وقفت مثلت قدامهم. عشان كنت شايفة انه لايق للدور؟ لا، عشان ما اقطعش رزق حد. فممكن يكون جواز في السر؟ لا لا لا، لا بقول لك متجوزة 10، اتجوز في السر ليه؟ انا مش جلاد ولا قاضي، انا فنانة. طب مين احلى، انت او هيفا؟ عيشة شو مع ألمع نجوم الوطن العربي في رمضان على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.